منو بطل كي بي ار 2019 بين لوفي و فيدرر؟ اتوقع ما راح نشوف ان ما راح نشوف ارمور كينج، ما اتوقع راح يضلون على شخصيات. اعتقد راح يضلون على شخصيات. وبي ارمور كينج كان قبل يعني بالنسبه حق فيدرر خلاها من اول جيم، من اول ماتش. ممكن هو اصلا اذا عندك بوكيت كاركتر احسن وقت تستخدمه يا اول جيم يا قاعد ياخذ وقت شويه. ها جمهورنا جاهزين. اول فينيكس جمهور همت ناطرين ارمور كينج. اول فينيكس لازم يختار اي سروال لازم يختار اللبس اللي مرتاح منه. اللبس اللي مرتاح منه اي. يبلش اول جيم نهائي بطوله كويت باتل رويال 2019، اوشتك وارير لوفي ضد اوشتك وارير فيدرر، كينج ضد بول. اول ستيج يا ابو ياقه، ستيج في طوفه وارينا ومسافته بعيده للطوفه، يعني من سنتر ستيج للطوفه يعني تحتاج كومبو زياده. راوند 1 خلينا نشوف الحين اول راوند. راح نشوف شطارة اندي لوفي بالموفمنت والسبيسنج اللي شفناه بالست اللي طاف كان بينهم. واضح انه ما في هالمره ريسبكت اللي متعودين عليه، واضح انه اجريسف. لوفي لوفي شكله يبي دم، يبي ياخذ البطوله بس عطش. ايه ما يبي يدخل بحسبه الوينرز واللوزرز، هو يبي يسكر الجيم ورا بعض بسرعه وقت. ويا سلام الفنش وبعيد. فيدرر حاليا قاعد ياخذ شوي يرجع اجواء الجيم، ولكن البانش ممتاز ماجيك فور من بول. شيك ريت لصالح كينج. 17 ثانية، الله الكاونتر يكملها. لا تسوي دروب هالمرة. كريم اتاك هو اللي كان الغالي في الطوفة ويدخل بأوكي. شنو الميكس اب؟ قوم يا حبيبي. يا لوفي من حيث لا تعلم. نايس تايم يا اخي بالكل. بول مرعب والله. بول نمبر كاونت مرعب. كنت صدق مرعب. بول عند فيدرر حاول بس تاخر شوي بالفنش. بول كاونت هيت. حاول ما شو ما سوى خلاص يرجع المرمى. ما كان فوكس معاه. هذا انبلوكبل. انت للحين بوزيشننج ديس ادفانتج. لكن للحين اتش بي ليد وايد عالي. لعب وايد احسن من كينج. لكن بول الحين برايج واي شيء ممكن يصير. بس بس اشوف رد مره ثانيه نيوترال جيم في ريسبكت فيدرر. اوه مسكه بوينت يا سلام. هذه كل الطاقه. اوه يطلع الريج. ريج رايك. شوف الاستدراج يا سلام على الفنش. الماجيك فور حاول ياخر. هذه ثاني مره نشوفها يعني يستخدمها بتوقيت يعني يكون فيها حيل ديسادفانتج. يحاول ياخر التكمله الثالثه من الشيء ولكن للاسف انصدت وفنشها صح لوفي. والله لوفي اداء هالجيم حيل قوي، يعني احس انه مركز. يعني هو احس انه يبي يكون بطل كي بي ار اكثر من فيدرر. فيدرر يمكن احس انه خايف شويه من لوفي، خايف من بول بشكل عام، لان احنا شفنا شلون الكمباك الخرافي اللي سواه بول اثنين ديث فيست خلص الجيم. ريج درايف مرتين يعني 2 فور 2، عرفت شلون؟ يعني راح يدخل بمخه، راح تدخل بمخه وراح شويه تذبذبه، عرفت شلون؟ هم بعد بالماتش الاخير كان شوي فايت. لوفي كان قاعد يسبح داخل راس فيدرر، عرفت شلون؟ حسيته كان يعني عارف. لوفي كان وايد اجريسف. اي
ويستمر لا يقصف الروند اللي بعده ويكمل ال 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 ام ام اي سكيب ممتاز لوفي فيشنينج ممتاز كينج الحين ما بالطوفه هو يا سلام ما سوى بلوك للو والحين الحين وضعيته وايد سيئه اوه حبيبي صرت تحت دير بالك لاني لو فايت لو تحت بس وضعه والله وين تصير مشكله هي يعني انت ممكن تدخل في اي فريم وقت صعب بنش الجارد نزل الزاويه كل ما يقدر فيشنينج كيس ممتاز من كينج بدل ما صرنا عند نيترو جيم الحين صار في ريسبكت اكثر من اللاعبين واللانشر ريد ممتاز من فول يبي الاوكي بلاك ممتاز من فيدرر فيدرر يكمل الكومبو المره مو دروب لكن ما كان الاوبتيمال دروب سلام على الفولو حلوه من كينج واخيرا قاعد نشوف جيم بلاي ممتاز من فيدرر بعد ما كان وايد كان بعيد على فيدرر كان مهزوز الجيم اللي قبله والحين قاعد يعكس ويب المومنتوم هو يحتاج بس راوند عشان يدخل بجواء الجيم الحين احس انه ممكن يكون واثق من نفسه اكثر شوف حاول بلوك حلو ترو سكيب ممتاز زي ما صار عندي ترول طيب على ميدل فور 2-4-2 الحين ريسبكت جيم وايد عالي من الطرفين يا سلام عليك يا فيدرر ويكمل اللي يعطيه اول مسكه بالواب الثاني وفيها ثالثه وفيها ثالثه ممكن يخلصها ممكن يخلصها يا سلام حلوه يا فيدرر رويال رامبل اللي قاعد يصير هني حلوه من فيدرر 2-1 اداء وايد احسن من فيدرر هالجيم اي صار في تغيير جذري بال هو صار مرتاح اكثر يعني اي كان لوفي وعلى قولتك يسمح بوقته لكن الحين لوفي يرجع مره ثانيه للجيم ويسوي لك كارد طوفه اهم وضع من الشخصيات اذا حاشك حتى وانت باكتر عادي ماكو اي مشكله ما عندي اي مشكله انا عندي ذكر اهم شيء اهم تول حلو الجيم من لوفي راح ياكل دمج عالي ليش تلف اوه لا 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 الدروب مو مكانه اوه قام يسوي انا بس فوت والله ما ادري لكن لوفي الحين هو قاعد ياخذ له على اسمه اوه فيدرر حطه بالطوفه حلوه من فيدرر شو الفولو اب كان يبي اوكي لكن قام تاثر لوفي يا سلام اللانشر اوه ما كانت بمكانها ممتاز الجيم وايد ممتاز من كينج ومن فيدرر بيرفكت يخلص اخر راوند 1-1 ما يبي يستسلم ارتاح بالست الاخير هل راح نشوف ستيج سيلكت ولا راح يكملون عندنا في الستيج؟ ها حاليا في ظاهر في كوتشنج؟ حاليا لا في الكنترولر الظاهر هذا صار في تبادل كنترولرز بين كولميروف ولوفي الظاهر احتاج صار في يمكن في عنده مشكله بالكنترولر الظاهر في كنترولر تشينج لصالح لوفي شوف الحين راح يبين ويانا عموما النتيجه 1-1 ونحب نذكركم ان فيدرر باللوزر سايد يعني هو يحتاج انه يفوز هالست علشان يطيح لوفي لللوزرز والفايز بعدين راح يتحدد ونشوف من بطل كي بي ار 2019 يعني درب كينج وايد بعيد هذا هو جيم اوكي تأكد من الكنترولرز الحين ستيج سيلكت راندوم وهالستيج ما احب الستيج هذا موسيقى مو حلوه والوان ما ستيج جوك ستيج يعني ودائما افتكر يحاولون يزرقون لك مرحله كذي نكتوب فيها يعني تذكر ستيج البطون ايه لازم بس كانت موسيقتها حلوه راوند 1 فايت نرجع للجيم والحين اول كاونتر فولو اب حلو من فول لكن دروب فول الحين جاك يحاول يوقف الاجريسف جيم من كينج اي شيء ممكن يصير ويت جيم وايد حلو من كينج شوف قاعد يحاول يطلع اي مومنت غلط من فول شك كان يبي يوقف هذا شاكي ما ضبطت وهذا البلوك وايد ممتاز من كينج مع الفول لانشر لكن مو ما كان مكانه والحين لوفي مسيطر سيطره تامه ريج روسكي ممتاز كان جاهز وهذا الرنج لايف حلو يا كينج
صدق انك كينج تسب على مسمى يسوي له كاري لغايه الكورنر الفولو اب شنو والله 1 2 يوقف عند حد بول 1 2 تشيك فايت الراوند الاول يروح لصالح بول كينج مره ثانيه يحاول يرجع لاجواء المباراه يعلم على كاري كاري وروح للطوفه ابيك موضوع عند الطوفه حلو تشيس بس الحين المومنت البوزيشن لصالح بول وهو من صالح كينج لانه ما يبي كله بالطوفه شوف الحين لوفي عنده بوزيشنينج ادفانتج يصنع سايد ستيب بلوك حلو لكن ما كان فيه بانش شوف صار في حذر اكثر من الصوبين حلو هم اتاك كانت ريسكي شوي ثانيه هي شاف ان لوفي قام شوي يزيد الجيله بالسايد ستيبينج فليش ما يسوي له بانش هومينج بالضبط واحد واحد لو دبل لو بول والكاونتر هذا الصوبين هيت في عنده هيت وانت 50% من طاقه كينج راحت بس عاد طقات عاديه هذا جمال الهاي ليفل جيم بلاي هي لمسات بسيطه هي شوف كان عجيب يا اخي قاعد يعني يحاول يسوي ريد يبي يعطيه لو باري بلوك ممتاز من بول بين ان لوفي يعني يفضل انه ينطر عنده هيت ويتنج جيم لوفي ممتاز وايد ما يخاف يعني هو يقدر يقلب الوقت يقدر يهجم متى ما يبي يكون هو مثل ما تقول الويتر او انه يكون كامبر يقعد كام ما عنده مشكله اي لوفي عنده هيلث ديس ادفانتج يحاول يمسك بطاريه دقائق تخلص كومبو ممتاز فولو اب ممتاز من كينج فيدرر ما يبي يستسلم 2-2 هذا الكاونتر بس ما قدر يكمل وراها لانه كان بعيد بعدين مع الميديوم الميد رينج واخيرا قاعد بول هالمره قاعد يعكس الكاس بطريقه احسن واللون لونج سويب اوه ممتازه من لوفي سلام يا سلام على السايد ستيب يا سلام على الموفمنت هذا السايد ستيب اللي الحين فيدرر ناظره يمكن تصير منه الله الحلوه فاجئ فيها ما كمل هالمره لوفي باخر لمساته بانش جيم ممتاز حلو البلوك طاقه كينج لكن عنده ريت حلوه من لوفي حلوه من حاليا تورنمنت بوينت لاحظ ان لوفي هو بالبدايه قاعد يحاول ياخذ ليد عالي بس عن طريق النورمال يستخدم النورمال بس لوز ولا ميد اتاك بس علشان ياخذ 50% ليد تقريبا وبعدين يبطئ الجيم بلاي ماله أيه. ما عنده مشكله انه ما يمد ولا فريم الحين عندنا البوتنشل يعني ممكن يكون هذا الماتش الاخير في البطوله وماتش بوينت عموما حق لوفي فيدرر وراه دم وايد طويل وراه لازم يفوز جيمين علشان يسوي ريست بس حق البراكت بالضبط بعدين لازم يفوز ثلاث يوم علشان يكون بطل فدربه وايد طويل اما لوفي بس عن بعد جيم واحد ويكون بطل كي بي ار 2019 يلا خلينا نشوف ردينا مره ثانيه على الارينا ارينا كانت حق منو؟ منو كان مبتسم؟ مبتسم لصالح منو؟ كينج كان فايت خلينا نشوف كينج هل يقدر يرجع يفوز بالجيم يحتاج انه يفوز هالجيم علشان يضل في اجواء البطوله اوه اللانشر حلو لكن ما كان الفولو ممتاز ايه ممتاز من فيدرر وفي ثانية يا اخي شوف الموفمنت لوفي الموفمنت ماله اون بوينت كاونتر ويكمل الطوفة يكمل الطوفة لوكي سلام عليك لوفي يا مينون عجيب الريد مو طبيعي قال تصدقني لو ها اكشن فيري ودف بس صراحة دف بس نيو فيس هذا ثاني مرة يفوز نفس الطريقة يا سلام عليك لا لا لوفي يبي البطولة يا جماعة لوفي يبي البطولة والتاكل الليد ممتاز لصالح لوفي لكن فيدرر مو قادر يتنفس وايد عكس لوفي يعجبني شلون هو يتحكم زمام الجيم وهو يتحكم بالرتم بشكل عام والسبيسنج شوف الحين بطل خلاص حافظ على السبيسنج بالضبط اوه فيدرر فيدرر لا تسوي دروب هالمره لا تسوي دروب يستخدم الريجارت يضمن دمج راح يذبح ما اتوقع يذبح ممكن يكون سكيل حلوة عاد الدوسه يذبح حلوة من فيدرر انا توقعت انه يكون سكيل صراحة هذا راوند الفوز الحين روم ايه
يطلع منها عن طريق السايد ستيل فيدرر. فيدرر يحاول يسوي له فيري لكن نطر عليها لوفي. سايد ستيبنج وايد حلو. شوف الحين في ريسبكت اكثر من صوبين. بلوك ممتاز حلوه عليك يا فيدرر. ماكس رينج يفش من شيله. بوزيشننج عند لوفي عنده هيل بليد. الجوله هذه تك ترو من الصوبين على وشك ان نشوف خروج الذهب. يا صاحب لوفي يكملها ما يخاف الحين لوفي. تورنمنت بوينت يا جماعه بس يحتاج هالراوند بس هالراوند ويصير بطل كويت باس رويال ولا راح يسوي له شت داون فيدرر. اتوقع فيدرر راح يصير عنده كلام ثاني. نبي الجراند فاينلز يطول. انا وايد مستمتع. حرام يخلص الحين هالجراند فاينلز. فيدرر تك ترو ممتازه من لوفي حاول ينوع له بالميد رينج. ممكن يبلش ثروينج جيم جديد. شوف قاعد الحين قاعد يحذف له اللانشر. يبي اي موفمنت غلط من كينج. اوه العكس يعكسها عليها المرة فيدرر وكاري لغايه الكورنر. بالدمج ما يبي طالع من الصوفه لكن فول عند ريج. يا سلام عليك حلوه من فيدرر. ما راح يعطي اياها بالساهل. بالضبط ما يبي يطلع من البطوله بالاساس. يبي يكون هو البطل ليش لا؟ فيدرر اختار هجماته بتمعن اكثر. بعدين مره ثانيه عنده يدخل ماكس رينج. هل راح نشوف لوفي يكون اجريسف بالطريقه اللي شفناها كالمعتاد ولا شوف ريسبكت شوف ريسبكت شوف ريسبكت شوف ريسبكت. يا سلام لو فيري ممتاز مره خليها تصير طقات. تنزل الطوفه شنو الفولو اب لوكي لوك على التراكي. المرة بلاك ممتازة من فيدرر ويطلع منها. يا فيدرر يا مجنون يا فيدرر مجنون. عجيب عجيب ما يبي يطلع من البطولة. 2-2 فيدرر بيعطينا جراند فاينلز يعني حماسي. شلون قال له روح انت تعال سايد سليب سويتش سايد تكويح بالطوفة وبعدين انا افوز بالجيم. الحين النتيجة 2-2 رجعنا على الجيم يا جماعه. رجعونا على الجيم. مخرج مضيع حلو. الحين ردينا على الجيم ونرجع مره ثانيه. لوفي هالمره هو الاجريسيف. لوفي هو الاجريسيف وهوميك اتاك بلوك ولو حلو من كينج وبلوك احلى. ريسبكت وايد ريسبكت عالي. شلون انا ما هذا يا سلام فيدرر حاليا لازم يطلع من الزاويه. المرة بلس وفيف لوفي يكمل. حلوه من لوفي والله. لوفي كونفرجن ريت عنده وايد وايد ركعتين بدايه الست لكن للحين لعبوا اون بوينت. ماجيك فور فيدرر ما يبي يطلع من البطوله. هو يبي يكون بطل كي بي ار ويكملها دي دي تي. كان يبي يعطي اوكي على الويك اب لكن قرر لوفي انه ما يقوم. الله على اللانشر وتعال يا حبيبي روح للطوفه. ميزات فول اي اول كاونتر. لا طبعا طالع لا 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 دروب يا فيدرا لانشر بس كان ما كمل بعيد. يا سلام وانتو خليك على الله يعين اعصابهم. الله يعين اعصابهم اثنيناتهم. اي واحد فيهم ممكن يكون بطل كي بي ار عشان كذي يعني الاعصاب على الحد الاعلى. زين لوفي حاليا عنده اوكي ودي مره ثانيه على النص. شوف الجيم جديد بلش روكم بو. يطلع منها لوفي ولا لا؟ ما يطلع منها لوفي. دمج ويكملها الحين. شنو الاوكي جيم جيس لكن يطلع منها لوفي. خييييييه بوش شانس انه يفنشها بشكل اوبتيمال. الجيم انت مره وايد متكافئ. هم الكتاك يطلع من اللوز. اوه حلوه الجيك هذه وايد حلوه. قاعد يصغر حق فيدرر. قاعد يتساوى يا فيدرر يا مينون. ما حش الطوفه. لا لا مو صدق. اتوقع لو كان مد وعنده طاقه شوي اكثر كان لاوبر شاري. بس الحين نشوف لوفي بلش بقوه. يا بلا الزاويه. حلوه الهومي. ماكسفور في البعيد اي لحظه اي شيء ممكن يتغير. لوفي هالمره هو الاجريسيف وايد اجريسيف عنده اتش بي ليد عالي. تكبس فيدرر بوزيشن الحين مصالحه. لانشر فور الزاويه. لا 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 لانشر ويقلب الجيم. باقي بعد شويه خلينا نشوف شنو الفولو اب. يعتمد على الفولو اب. اخر لمسه حق اللاعبين. حلوه
ريست حق البراكت حلوه من فدرر ما يبي يعطي لوفي البطوله بهالسهوله يا جماعه لا تقولي لا تقولوا مو مستمتعين بهالجيم بلاي مستمتعين ولا لا مع تحيه حق الجمهور تحيه للجمهور اللاعبين اللي فاتحين الصراحه والحين نتيجه 2-2 اثنيناتهم لوزر ايه؟ اثنيناتهم الحين باللوزر براكت؟ ما صار يسجل براكت الحين حق اللاعبين كل واحد فيهم لازم يفوز 3 جيوم مشوار طويل بس صراحه يعني حماس ومتعه يعني فدر سواها سواها سوى عدى المرحله الاولى والحين وراء المرحله الثانيه والاصعب انه يفوز 3 جيوم عشان يكون هو بطل كي بي ار لوفي الحين هل هو يقدر يرجع وياخذ المومنتوم لصالحه ولا راح يكون للحين مهزوز وفيدرال هو اللي عنده مومنتوم اقوى شوف ستيج في بالكوني دروب بالكوني بريك والله شوف فيدرال عجيب لعبه يا اخي جراب يخلي لوفي يتنفس كنا قبس الادوار عكس اللانش العجيب لوفي دبل كاونت ماونت هذا الهومنج وايد قاعد يستغلها كينج هومنج اتاك عجيبه قاعد يستغلها تشيك 1 2 حلوه من كينج يا سلام على الوقت بانش ممتازه شوف الحين فدرال كان ممكن يسوي له بانش لكن ما سواها مكانها برسبكت حقي وايد عالي من اللاعبين وايد عالي الله يسوون الحين شغلات شويه ريسكي هذا جاينت وينج يطلع منها تك ثرو ولا لا طلع منها هالمره شوف الاتش بي ليد وايد عالي وايد وايد عالي لكن ريج ومثل ما قلنا لكم بول لا نيفر كاونت بول اوت عند الكمباك بوتنشل خرافي مو هذه الاولى اسمح لي احتمال راح نشوف الريسبكت لا تقول لا تقول صوت يس ما اتوقع ما اتوقع ما اتوقع يمكن غشه فايت اوكي غشه صح كان في ريسبكت وايد عالي اكثر من لازم وهذا الكيس من بول يا سلام على كرامبل حاول مرة ثانية بنفس السيناريو ولكن كان جاهز له. فدرال. شوف سبيسي ممتاز. عندك الوضعية هذه وايد صعبة تحتاج انك تطلع من الزاوية، لكن لوفي مو راضي يخليه يطلع. يا سلام الماكس رينج من ووب بانش من اخر الدنيا مستحيل. والله الووب بانش. حسيت اللعبة فيها والله اي كنا دارسن مستحيل. مرة ثانية يا سلام يكملها كونفرجن ممتاز في الزاوية هذه بس بوتنشل فدرال يحاول يطلع من الزاوية لكن مو قادر لوفي بلس وايد حلو منه يا سلام على حلوة من لوفي ويكملها سوى دروب ليش الدروب ماضي يمكن تندم لا ما ندم هذه مرة ثانية أو مرة ثالثة مرة ثانية يا فدرال ياخذها بنهاية الفايت هل كيف ثلاث طقات هذه يمكن في شيء بباله في احتمالية كبيرة انه يندم عليها لوفي لكن مشت وياه شوف الموفمنت هذا اول هذه اول مسكة يطلع منها مرة يطلع منها لوفي حاليا ردينا مرة ثانية على الدروب بلاي يا صاحبي حلوة دروب الكومبو دروب وايد رير من لوفي عنده الحين هو الرتم سايستب عجيب واحلى من لوفي احلى من لوفي اظل اقول يا ابو علوه لوفي ما شاء الله عليه شاطر لا بس احنا شفنا تو الموفمنت هم حلوه كانت من فدرر شلون طلع من الزاويه وكان مثل ما تقول مايكرو ستيب يعني المايكرو ستيب هذاك كان ابداع ابداع اللي قام كان بالنيوترال بلاي وما حد فيهم راعص لوفي نرجع الحين للجيم الثاني 1-0 لصالح لوفي احنا شفنا شلون سوى الست الاولاني كان باك اند فورث بين اللاعبين صحيح ونحب نذكركم ترى فدرر طيح لوفي لللوزر فهذا ريست للجراند فاينل وريست للمنتاليتي امانه يعني بالضبط وايد وايد راح يعني ان شاء الله هذه وايد تهز لاعبين يعني بالادوار النهائيه حلوه من بول وحلوه من لوفي وتاكل هل راح يكملها؟ ما كملها هالمره اتاك لو حلو من لوفي لكن البانش جيم ممتازه من صالح كينج الله على الفوز بالوي
هو كاونتر ويعطي كومبو كامل. لا تسوي تروح هالمرة تكفل كان الكورنر الحين الاوكي هذا الاوكي المهم الحين. لا هالمرة كان يبي نيوترال جيم يبي نيوترال جيم رد نيوترال رد نيوترال يا صغير اسكيب ايش يصير ايش ممكن ينسى اي نفسه يا رجعي مومنت فوني قال التفاسة حلوة من لوفي راوند 2 غشة شيء فولو اب اللوف نرجع مرة ثانية الحين شوف الحين كل واحد يبي يلعب لعب حذر تعبوا قبل شوي حتى احنا تعبنا وياهم اي والله اي والله نيوترال جيم وايد في ريسبكت هذا المسكلولة 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 الثانية ما يطلع يطلع منها لوفي طلع منها فين سبيسنج صار لوفي وتبنش مرة ثانية حتى بالنص شوف الحين نيوترال جيم وايد 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 عالي وايد حلو ايه ما تقصومه من لوفي كاونتر فور هذا وايد فايدته شيك 1 2 وقفه وهذه المسكه الاولى هل يقدر يكمل الثانيه ودير بالك من الثالثه اوه كمل باور لا 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 خلاص وادعوه 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 ننزل الراوند اللي بعده يلا الجرايندر بس خلاص دخلها بالخلاطه الحين فايت الراوند اللي بعده خلينا نشوف الحين اما الجيم حذر من اللاعبين اوه كملها حلوه من فيدرر والجيس لكن سكيب احلى من كينج من لوفي نيوترال جيم والله وفنش مع الوقت فنش المسافه وايد بعيده هذا التفست يا سلام عليك يا فيدرر ندش على كومبو جديد شنو الفولو اب بلوك احلى من لوفي الوفنش اون بوينت ما كانت كاونتر فما لاشر كاونتر هالمره من فيدرر لوفي لا تسوي دروب يكملها يذبح فيها يذبح يذبح فيها وروح حق الراوند اللي بعده. قرار باقي له راوند واحد وياخذ الجيم الثاني. 2-1 الاول بالنسبه له هو. 2-1 والنتيجه اوريدي 1-0 لصالح لوفي. كان لغايه الطوفه. شنو الفولو اب؟ ريسبكت للاعبين. الله الهوينج اتاك يزدحم يحط ظهره بالطوفه والفولو اب ممتاز. الحين ريج. لوفي لوفي ما كان فيها فولو اب. وياخذ فيدرر ممتازه من فيدرر هذا الحين جيم هذا الحين جيم 1-1 1-1 جيم تعادل باقي واحد. باقي مباراتين حق كل لاعب جيم اعصاب جيم اعصاب 1-1 يعني راوند 1 قريب حيل نشوف منو بطل كي بي ار 2019 بلش بمسكه اجريسفنس وايد وايد قوي من فيدرر هذا سريع الطاقة راحت لوفي الحين يحاول شوي شوي يدسكينج للطوفة يطلع منها هالمرة حلوة غش بلوف كل مرة بس ترينج الفيري ممتاز اون بوينت ناطرة ناطرة الفيري هذا الطقة الثالثة هي دائما احس هي الحلقة الضعيفة اللي عنده فيدرر مو قادر يضمن الطقة الثالثة هو يبي الماكس دامج ماكس كاري بعد ماكس كاري وماكس دامج نيوترال جيم الهوميج اتاك يا اخي وايد مستفيد منها فيدرر فيتش من الجاينت سوينج فيتش مره ثانيه من الجاينت سوينج 10 ثواني 10 ثواني على الوقت كل شيء ممكن يصير وهذه غشه باللو اللي بسيط لصالح فيدرر 10 ثواني كاونتر بس يروح وقت عليه شوف مره شفنا فيدرر يستغل لعبه الوقت عنده تحس بالوقت هذا الماي تايم بطريقه وايد احسن من فيدرر من لوفي. نايس تمبنج ممتازه من لوفي وكان الطوفه ممتاز لكن يطلع منها فيدرر ولا تلعب من فيدرر هذا كان شوي قصي حلوه اتوقع ما راح يموت لمسه اخيره لمسه الاخيره ما قام الله حلوه من دقيقه فيدرر راوند 3 فايت 2-0 الله لوس بعده قربها من الطوفه بس تشيس الطوفه يا ابو جاجل اول كاونتر ما يستفيد منها لو في الطوفه ولا شيء حرام حرام لكن للحين مومنتوم لصالح فيدرر 1 2 تشيك يوقف على تحدى لوفي كاونتر تاكل كملها لا مش بالتاكل اخر لمسات حق لوفي
ياخذ راوند على الاقل. Still in the game. 2-1 لصالح فدور. اللانجر حلوة. سيرفيس الطوفة. كيس ممتازة من لوفي. لوفي بانش. اون بوينت. يا سلام عليك. بلاك احلى من تينغ. باك اند فورد. مومنتوم يتغير بسرعة. لوفي يحاول يحافظ على البوزيشن ماله. ما يبي يطلع. لا ما تعامل. فاينل راوند. لين واه بس ما كان اوبتيمال بونش من شيء ثالث بس الحين حاليا بوزيشن وسجل فاتيك لعب صوب الفزاليا انت قاعد تنقلب الادوار شوي شوي قاعد تسوي صالح فول من راح يسوي اول سايز تبي يطلع في للحين عنده مومنتوم بس جود جيم حلو صعب جدا حلو وايد صعب فيدر شلون بيطلع منها؟ نوم؟ اني ون جيم حلوه من لوفي كان متاخر راوندين وكان هم الاتش بي ليد بالراوند الاخير لصالح فدره وفجاه يقلب المومنتوم وياخذ ثلاث راوندات ورا بعض وايد صعبه ثاني مره لوفي يورينا انه حتى لو كان هو خسران جولتين للحين يعني في مجال انه يأقلم نفسه ويخطف الجولات الباقيه عرفت شلون؟ 2-1 لصالح لوفي. فايت. لوفي حاليا تورنمنت ماتش. تورنمنت ماتش ولوفي يكون بطل كي بي ار. هل راح يقدر يكون افضل بطل ولا فل راح يقعد راي ثاني؟ ممتاز لصالح لوفي. لوفي متعطش يبي البطوله. كم باك حلو للحين من فترة قاعد يشتغل يا لوفي ما مداني اقول انه قاعد يستغل الريج لكن لوفي وقفه عند حد رجع مرة ثانية الحين فول وكينج نيوترال جيم بالبداية وايد في ريسبكت بدك تشوف معتاد لوفي عارف يختار اللحظات اللي يشدش فيها ويعرف متى يكون اجريسيف ايه حلوة رننج سامع لك يا فيدرال شوي قاعد يحاول انه يدز لوفي دز للزاويه بس لوفي يقلبها عليه يقلبها تلحين شلون تغير شوف هذا كاونتر عجيب يا سلام على فلر كملها شنو الفولو اب الحين شنو الاوتي جيم بلوك ممتازه ترى عنده اخر ميكس اب الحين يا سلام على الشيس ترايد ترايد لصالح كينج ترايد لصالح كينج والاتش بي لصالح كينج اي شيء بيصير يا سلام على البنش هذه بالذات هي البنش الجيم ماله وايد طول حطه فول تو قبل شوي قاعد يسوي لانشر كاونتر كان يبي يحاول اي غلطه في الكينج لكن هالمره يستفيد ان شاء الله لانشر 50% ليد ويطلع من الطوفه كينج شوي شوي شيس كيف ممتازه من فول ما يبي يخلي فدرون يطلع من الطوفه ما يفتش فدرون يكملها هذه فول صارت مضمونه كانت مضمونه هذه مضمونه 2-1 لوفي ماتش بوينت على من بوينت كي بي ار ويسوي له كاري يا سلام حلوه من لوفي لوفي سوبر اجريسف حاليا يبي يقرب من اللعبه كل ما يقدر اخر ميكس اب لا بعد ويف ورا دار بليتين والله صعب بعد دسمس بعد هذا اخر اول لوفي يا لوفي حلوه بطل لوفي سفن لبطولة كويت باتل رويال 2019 الف الف مبروك لي ام دي لوفي من اوشتك وارير بطل كويت باتل رويال 2019 عندنا الحين طبعا خلكم معانا حق التكريم راح نكرم اللاعبين حق تكن وحق كينج اوف فايترز 14 طبعا نذكر المشاهدين ان بخصوص بطولة كينج اوف فايترز 14